المسار الثالث ان ربنا يجيب لنا موارد مش في الحسبان يعني، ومحدش بيخطط لبلده كده، يقول لك انت مستنيين لما يجي لنا يعني ربنا يوفقنا ويبعت لنا حاجه ناخد يعني نورث يعني نورث يعني نورث. طيب يا جماعه اوعى حد يزعل بس من الكلمه دي، يا جماعه يا بتوع ربنا، انتوا مش هتقعدوا تدعوا بقالكم 50 سنة بتدعوا؟ تصدقوا بالله انتوا بتظلموا الدعاء، والله العظيم بتظلموا الدعاء. دعاء من غير عمل ربنا ما بيعملش كده، تعمل وتقول يا رب يوم ربنا يوفقك، لكن تدعي بس خلي اقفل الكتاب طول السنة واقعد صلي وصوم وادعي وهات 90، لا يمكن، هو ربنا ما قالش كده. عشان كده بقول بتظلموا الدعاء، بتظلموا العلاقة مع الله، تقول أنا عندي حجيب وربنا يرزقني ويبقى عندك 5 أولاد أو 6 وتقول أنا ربنا هيرزقني. ما حدش هينام من غير عشاء صحيح، لكن أنت طلعت إنسان ما كنتش بصير على نفسك، ما كنتش حسيب على ظروفك، وبالتالي أنا طولت عليك طولت عليك يا عصر. لا يا فندم، لا بالعكس. على كل حال، على كل حال، أنا أقصد أقول كان اللي إحنا بنعمله ده هو يعني أنا أسمع كتير يقول لك إيه أنتوا بتعملوا شبكة طرق ليه؟ إيه الكباري ديت؟ طب إدونا ناكل. ما أنا لو ما عملتش كده أنا هظلم الجيل ده والقادم، والله لو ما كانتش البلد يتعاد والخطة الاستراتيجية بتاعتها اللي اتعملت من قبل أنا ما أجي وقبل اللي قبل مني ما يجي يا دكتور مصطفى، مش كده يا دكتور عاصم؟ صحيح يا فندم. لو ما اتعملش يبقى احنا بنضيع البلد دي وبنضيع الناس، بنضيع البلد دي وبنضيع الناس.